متابعي الفضائية التشادية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات شبابية. هناك بعض العوائق والأثرات تعترض طريق الشابات في مسيرتهن المهنية، لذا أردنا أن نتحدث في هذه الحلقة حول نظرة المجتمع للحياة المهنية للشابة. وللحديث حول هذا الموضوع نستضيف معنا في هذه الحلقة الدكتورة فاطمة جدي، محاضرة بجامعة الملك فيصل وجامعة هيك جاد. أهلا وسهلا بك دكتورة. يا هلا وغلا بك. كما يسعدنا أن نستضيف معنا بداخل الاستديو الشابة كلثوم عبد الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. ويمتد ترحابنا أيضا بالشابة حسيبة عبد الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. دكتورة، في البداية نود أن تكلمينا عن مسيرتك المهنية، نبذة صغيرة عن مسيرتك المهنية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. طبعا أنا بدأت مسيرتي المهنية، درست الابتدائية بمدرسة أم أيمن والإعدادية بالمركز الإسلامي الكويتي، ثم الثانوية بثانوية الملك فيصل، والتحقت إلى كلية الدراسات العربية والإسلامية، ثم بعد ذلك انطلقت إلى جامعة الملك فيصل فدرست فيها الماجستير، ومنها سجلت في مدرسة الدكتوراه في جامعة تكرة. أما في الجانب الاجتماعي فبحمد الله سبحانه وتعالى انخرطت في بعض من الجمعيات، فمثلا الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية كنت فيها نائبة الأقاليم، في تحالف الأصالة أيضا أمينة القطاع النسائي، وأيضا عضو في الأكاديمية الأمريكية التي هي مقرها في العراق. وفي المجال السياسي أيضا انخرطت في المجال السياسي في الدائرة العاشرة. دكتورة، انت عملت في عدة مجالات، مثلا حاسة زي ما ذكرتي، كيف كان المجتمع ينظر للمرأة التي تعمل؟ والله بالنسبة للمجتمع يعني يختلف بيئة من بيئة ما. نعم. نجد هناك بيئة تساعد المرأة في تطورها وتشجعها في مهنتها، وهناك بيئة ترفض ذلك، يعني تشوف تنظر إليها نظرة سلبية من ناحية التعليم، من ناحية الاقتصاد، من ناحية الاجتماعي، من ناحية السياسي. نعم. البعض منها فعلا ينظر إليها نظرة تشاؤمية، وهذه النظرة ليست جيدة للمرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع، فبتهميشها أي قد همشنا على جميع الطاقات الكامنة لها جميعا. نعم. لذا يعني المرأة لا تهمش. نعم، شكرا دكتورة. زميلة كلثوم، دايرين نعرف أنت في أي مجال تعملين الآن؟ أنا درست بمدرسة فيصل الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعة، يعني فيصلية بحت. أنا عمل بمجال الصحة كممرضة وقابلة أيضا، أشتغل بمركز بولولو. تمام. حسيبة، أنت في أي مجال تعملين؟ مرحلة التعليم مدرسة الصداقة السودانية أساس ثانوي، ثم التقطت إلى السودان للجامعة، الحمد لله التقطت بالتلفزيون الوطني في قسم هندسة الصوت. دكتورة، هل في السابق كان المجتمع ينظر للمرأة كما هو الآن أم في اختلاف؟ طبعا يعني هناك المجتمعات يعني تختلف مجتمع من مجتمع، يمكن أن نتطرق إلى العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. ففي الجاهلية تبلورت المرأة في الاقتصاد، كخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هي يعني كانت تاجرة عظيمة ويشهد لها التاريخ القديم. وأيضا إن تطرقنا إلى الجانب الإسلامي فنجد أن المرأة أيضا لها أدوار يذكر، كعائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبو بكر الصديق، هي كانت يعني من المكسرين للأثر أي الحديث الشريف. وأيضا يعني هي لها دور في الطب، ولها دور في علم الأنساب، وأيضا لها دور في الشعر، أيضا أنها تتبوه القصائد. وأنا ذاك يعني هو الشاعر يقصد به الإعلامي الحالي. وأيضا في الأسرة التابعين نجد بنت سعيد بنت المسيب، عندما تزوجها أحد تلاميذ أباها فقال لها إنني ذاهب إلى مجلس أباك، فقالت اجلس فأنا أعلمك علم سعيد. يعني المرأة كانت أو الشابة بصفة خاصة كانت متعلمة من زمان منذ القدم. نعم، كيف كان ينظر إليها المجتمع؟ والله منذ القدم يعني أي واحد له نظرة
يختلف من الآخر. هناك نظرة ينظر إليها نظرة خير ونظرة تأملية لها مستقبل هذا المجتمع واي، ولكن بعض المجتمعات ينظرون إليها نظرة تشاؤمية، فهذه النظرة تحطم معنويات الفتاة وتحطم آمالها ولا تستطيع أن تتفوق إلى ما حيث تريد هي. أكلتما العمل بالمجال الصحي نوعا ما يتطلب منك بعد الدوام يكون مسائي أو حتى تضطر تنامي في المستشفيات، كيف كان تقبل الأسرة لهذا الموضوع؟ أسرتي أنا كانت أسرة متفاهمة دائما وواقفة معي دائما، ما عندها أي مشكلة، لكن بعد البنات الأهل لا تفهم هذا المجال، تقول لا للبنت أن يحق لها أن تذهب وتنام بالمستشفى، فينظرون إليها كنظرة سيئة. يعني هل إذا راحت البنت واشتغلت بالمجال الصحي ينظرون للفتاة عندما تنام في المستشفى بأنها سيئة، لكن ليس كل فتاة تنام بالمستشفى تكون سيئة، يعني حسب المبادئ من التربية. أيضا فبعض العائلات لا تتقبل ذلك، لا تتقبل من بداية الدراسة، فقط بعض البنات وقفوهم من الدراسة بسبب المبيت في المستشفى عندما كنا وقت التدريب. ممكن تغير أو تغير المجال التخصص. بالضبط، قاعدين يجبروها تغير المجال التي هي كانت اختارته شخصيا. يعني تقول الإعلام هو محنة البحث عن المتاعب، وانت الآن منضوي على الجانب الإعلامي، فعندك دوامات انت كذلك بالفترة المسائية والفترة الصباحية، كيف ردت أسرتك للموضوع انك تداومي بالفترة المسائية في زمن متأخر؟ ردت أسرتك كيف؟ والله الحمد لله أسرتي اتقبلت الموضوع بكل سهولة، لأن أنا من البداية قمت لقيت الدراسة والأمل في أقواتي شيء عادي جدا، فما واجهني أي صعوبة، والفضل يرجع للوالد، ربنا يدي الصحة والعافية، دايما بيثق فينا، فالثقة خلاني يصح لنا كل طريقنا، ده من ناحية النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فدايما ثقة الوالد خلاني يصح لي كل الطريق. الحمد لله الأسرة تقبلت الموضوع بكل سهولة، لأن من أنشأت لقيت أقواتي بيدرسوا وبيشتغلوا، الموضوع كان بالنسبة لنا طبيعي جدا، والوالد ربنا يدي الصحة والعافية دايما بيثق فيني، فثقته خلاني أنا أصل للحتة دي. الثقة والاحترام الشديد لنفسك ذاته قد يكسب يجعلك تواصلي في المجال أكيد، لكن بس من ناحية تانية الوالدة تعبتها شديد، حسيبة جات حسيبة ما جات، دي ما عدم الثقة، لكن دي مهما كان قلب الأم لو أنا بنداوي بالفترة المسائية دايما تنتظرني لخاية نرجع، حسيبة جيتي البركة جيتي، وبعد تدعي لي أنا تعبتها ما نايمة، ده في البداية، لكن في النهاية الأمر بيجي سهل جدا وما عندي أي مشكلة من ناحية أسرتي. الدكتورة فاطمة، هل المرأة دي لو وضعنا فيها الثقة وفتحنا لها الفرصة ممكن أن تلعب دور لا يستهان به في المجتمع الشاب؟ ما لا الناس غيروا نظرة للشابة دي بصورة سلبية؟ طبعا المرأة هي قيادية في كل المجالات إن وضع لها الثقة، ولكن بعض الناس يعني كما قلت أنهم يتشائمون في نظرتها مخافة من العار، بعض منهم ويقول الشاعر يعني يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يزين جسما وأغلى فانبذي عارة التبرج نبذة فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون وردة ولكن وردة الروض لا تضارع شكلها، فإن كانت البنت يعني متحشمة فأكيد يعني سدا للذريعة أنهم لا يختلفون فيها. وبعض من الناس يعني يتشائموا في العرف، عرف الشادي، حتى نجد في الأقاليم البنت يعني ليس لها درجة قوية في التعليم، كالبنت يعني يوصلوها في الرعي وفي الزراعة يختلف من التعليم، ولكن بالتعليم المرأة تصل ما تريد. فهذا التشاؤم نحبس يعني من جميع الآباء ومن جميع الأقارب أنهم يتلاشى منهم هذا الفكر، فإذا كان للبنت مصلحة فيما بعد تعليمها ووظفت في مكان ما هم يعني فعلا يغمرون بالسرور والفرحة، فهذا السرور والفرحة لا تأتي عن فراغ ولا عن طبقة من الذهب. نعم، البنت تبدأ تربيتها من البيت، إذا كان ربيت بطريقة جيدة فممكن أن تحقق
ما كل ما يتمناه المجتمع او كل في خدمة تخدم في خدمة المجتمع. بس انا نتأثر بعد مرات نحس في نظرة غير ايجابية للمرأة في اقلية المجتمع، يقولوا انه البنت لو طلعت يمكن تجي، اذا كانت التربية صحيحة ما ممكن تحقق اشياء كثيرة. طبعا التربية من البيت، التربية منذ الصغر، اذا كانت التربية جيدة فالبنت لا تنفلت مهما كان مهما احاطت بها الامة ومهما تغيرت الأحوال فلا تنفلت. التربية من البيت وليس في المدرسة. نعم. كلثومة، ما هي نظرة الأشخاص الذين من حولك؟ يكون أنت تطلع من الصباح بعد مرات تربتي في المستشفى، الناس اللي من حولك جيرانك وأقاربك كيف كانوا ينظرون لك؟ الناس اللي من حولي ينظرون لي بنظرة جيدة، لأني أنا أسكن بحارة، كل الأشخاص اللي فيها يعني الناس متفتحين، ما عندهم أي مشكلة، ما يفرقوا بين شغل المرأة أو الرجل، كلهم متساويين في نظرهم، علشان كده ما عندهم أي مشاكل بسبب الشغل، حتى لو بت بالمستشفى أو لا. ما قاعد تتأثر بانتقاداتهم؟ ما قاعد نتأثر بانتقاداتهم، لأن الناس في حارتي يعني ما ناس ما بينتقدوا، ناس واعيين يعني أغلبهم متعلمين بيتفهموا الموضوع، فاهمين انه المرأة تقدر تطلع اي وقت وتقدر تشتغل يعني، وخصوصا يعني التربية من البداية من البيت والثقة، يعني الثقة العائلتها دوني لها مستحيل انا نخذلها ان شاء الله. حسيبة، ما هي اكثر الصعوبات اللي واجهتك في عملك؟ هنالك صعوبات واجهتها في عملي تتمثل في نقطتين. النقطة الاولى انا التحقت في مكاني أول طاقم نشتغل فوق كله رجال وكلهم دارسين باللغة العربية، ما عدا أنا المرأة الواحدة ودارسة باللغة العربية، هم ثقافتهم ثقافة فرنسية وأنا ثقافتي ثقافة عربية، لكن حاولت فالحمد لله اتأقلمت مع الوضع وحسي الحمد لله. أما في الاعتقادات، في بعض الاعتقادات في بعد نخلص من تسجيل الحلقة نلوم في المعدات، مرة حصل لي موقف واحد جالي في الاستوديو قال لي ما لقيت قراية تجريزي غير القراية دي، أنا بنلف في كيبو، قال لي ما لقيت قراية تجريزي غير القراية دي، في 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 تحطيم معنويات عرفتي. لكن من ناحية تانية أنا تاني لقيت قبول من المذيعات، جابوا لينا مرة في قسم الصوت، فلقيت يعني في الحالة دي خلتني أنا ننبسط في شغلي، وتاني في أبس مرات طبيعة شغلنا تجيفي وتجري وكده بيعطف عليكي هيا انت كده، لكن ما بحب زول يعطف ليه عرفتي. فالحمد لله الامور دي كلها جاوزتها، فبقيت حتى مع زملاني في الشغل حتى اعمل معهم كده عشان ما يعطفوا عليه يقول لي انت مرعى وما بتقدر عليها، لازم انا داير نثبت لهم انا اقدر عليه، دايما معهم كده قد المسؤولية ان شاء الله ان شاء الله. وحل صعوبات خارج الاطار العمل واجهتك يوم؟ وهذه طبيعة الأمر يا أستاذة عائشة، في صعوبات كثيرة، لكن حاول أنت تقدري تصل إلى هدفك، لازم ما تتأثر بنظر المجتمع، لأن المجتمع أنا مجتمع بصراحة مهبط. أنت لو سوا قاعدة في البيت يقول لك قاعدة في البيت، طلعتي في الشارع يقول لك طلعتي، حتى السوق قد النبي لو مشيتي فرشة في السوق تبيع يقول لك شنو هي مشت تحوم في السوق. فأنا ما ننظر لنظرة المجتمع، أنت أهم حاجة ثقتك بروحك، نعم، عقيدتك، ما يمس شرفك، فدي أي مكان أنت أمشيها. فأنا دي من هنا نناشد أي بنت دايرة تصل لحدفها ما تنظر إلى المجتمع، نهائي ما تنظر إلى المجتمع، فتصل إلى ما تريد بإذن الله تعالى. دكتورة، بعض البنات بسبب الانتقادات وبسبب المجتمع، في بعض البنات يخسروا مسيرتهم المهنية وحتى تحصل لهم مشاكل في الحياة الاجتماعية، فكيف الموضوع ده بوجهة نظري؟ والله بوجهة نظري أن ما تخسر البنت في هذا المجال فهي خسرت نفسها وخسرت جميع ما في كيانها، لأنها تود أن تصل أو تنتهى السرية، فبأقاويلهم وأراقيلهم أنها يحبط معنوياتها بالطبع. لذا لابد أنني أناشد البنات وأنصحهن إلى مسيرتهن ولا يهمهم ما يقولون. يعني بعض الناس ليس لهم أهداف، هم يعني فلنقل أنهم تفهاء ليس لهم أي هدف، فقط فلان طلق وفلان خرج وفلان عمل وفلان وهكذا. لذا يعني البنت في الأعوين الأخيرة، فتاة اليوم يعني هي تألمها مستقبل مشرق،
فبالتعليم تنطح حيث ما تريد، فبالتعليم تنطح الثرية أيضا. يعني لذا التعليم هو الأساس الركيز للفتاة. نعم، حتى في الجانب الاجتماعي مثلا البنت قاعدة في، سواء كانت متزوجة، في تحرشات أو كلام كده يحصل خلاف فيما بينها وبين زوجها، فتضطر أو يجبرها أن تتخلى عن هذا العمل، فهذا الشيء ده غير إيجابي. ماذا تقولين؟ أكيد يعني هناك نماذج حية في هذا الإطار الذي سألتيني عنه. يعني عندما تتزوج البنت وتغير النمط الذي هي فيها إلى نمط بيتها أو إلى عائلة زوجها، فهناك البعض يعني حتى يحرضون الزوج لا تترك هذه المرأة تواصل مسيرتها، فهي لها الرجل جبان ولا شنو، ايوه فهي لها مسيرة علمية، وانخرطت بهذه المسيرة وخلاص يعني عندها دبلوم مثلا، يقول عندها دبلوم وخلاص لا يكفي هذا، يعني لما أنها تبحث إلى دبلوم عالي إلى غير ذلك. والمرأة يعني أنا حسب ظني منذ الأعوينة الأخيرة أو في الأعوينة ما بعد التسعينيات، يعني المرأة لها أدوار يختلف من السابق. بعد التسعينيات لها أدوار يعني في التعليم، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، حتى المرأة في المجال السياسي يعني تبلورت. لذا يعني لا يهمها ما يقوله، فلتنطلق إلى المسيرة التي هي توده أو المهنة التي هي مشتاقة إليه. وكثيرا الشابة لما تكون غير متزوجة هي اللي يحصل عليها الانتقادات ويحصل عليها، لكن من كانت متزوجة أخف شوية. أكيد عندما تكون غير متزوجة هنا المشكلة. فغير متزوجة يعني الأهل لو أعطوها الثقة فلا يهمها بالغير. الأهل لو أعطوها الثقة الزائدة لكي تتألم كما قالت الأخت، يعني لا أخزلهم، فلا تخزلهم، فهي تسير إلى مسيرتها، وأيضا من سد باب الزريعة تتحشم. أيوة. فلذلك يعني لا أرى فيه آيق وإن كسرت الأقاويل. تمام. كلثومة، كيف كان زميلاتك في العمل معك لما يكونوا شابات وهم طالعين على العمل دارئين في العمل، شنو أكثر الأشياء اللي قاعدين تحسين يتأثروا بها؟ يعني بعض الشابات يتأثروا بظروف الاجتماعية، بالنسبة لبعض الأزواج لا يسمحوا للممرضات أن يشتغلوا، بعض الشابات حتى اضطروا يتخلوا عن العمل بسبب أزواجهم، لأنه ينظرون إليهم بنظرة سيئة. يعني أنت تسمح لزوجتك، يسمع زي ما قالت الدكتورة، يسمع كلام الجيران كلام الأخوان، يقول لا تسمح لزوجتك تنام بالمستشفى وكده، بعد حتى يتخلوا عن العمل يعني قاعدين في البيت. لكن بعد منهم يشتغلوا عادي، الكل متفهم مواضيعهم، يعني الزوج يتقبل عادي، الزوج يتقبل عادي فينا بيناتهم. وخصوصا بعد الأزواج غيورين زيادة عن اللزوم، يا لدرجة أن يأتون كل يوم وراء الشابات الممرضات، يأتون وراءهم من الأمل، يقولوا أنا مريض مشاكل يعني كده، ما يتقبل. لدرجة أنه تضطر في يوم من الأيام يا إما ينفصلوا أو تتخلى عن الأمل. يا الله صعبة شديد. لكن حسيبة، أنت في المجال الإعلامي ده بعض مرات أنت تضطر تسافري برا العاصمة أو برا إطار العمل لمدة أسبوع أو أسبوعين، هل ده ما قاعد يأثر مع أسرتك؟ الحمد لله من ناحية الأسرة متقبلة الوضع، لكن الكلام الناس بتتكلم من برا بيت وتسافر وكده، لكن أسرتي الحمد لله دي أكتر حاجة مريحاني، لأن أسرتي فتح لي مجال، وتقول لي، ودايما بقول أبوي حتى أنا لو مثلا زحجاني كده نجي نقول لي دايرا نسافر، يقول لي سافر، ولا بيسألني أنا ما شفت لا قطة تعشيرة لا عندي باسبور، يقول لي سافر. أنا كده حسيته بدلني على الطريق الصح، فأهم حاجة أنا نشوف نظرة البيت عليه، كم قال لي أوكي مو مستخد بأي نظرة، ما تتأثر بنظرة المجتمع نهائي، ما قاعدة نتأثر، أهم حاجة نظرة البيت عليه. الحمد لله دي المرحلة دي عديتها، فأنا حاسه حرة الحمد لله. فمين الأعمام والخالات بعد مرات يقولوا ما خليت بيتك مشت لما درجة أسبوع ومشت معياته ومشت بين، ده كل الكلام ده ما يأثر في المرحلة دي أدت ساعة أنا سافرت للسودان للجامعة من زمن الدراسة، دي زمن الدراسة الحمد لله، فبيت سافر وكده، لكن الحمد لله أبوي يقول أنا واثقة فيها، رسلتها تمشي وتجي بالسلامة إن شاء الله.
بآخر كلمة ماشي قال لي إني حسيب عن وذاتي فيك الثقة المطلوب منك الشهادة. قلت لي بإذن الله. المرحلة دي انتهت هناك في الجامعة. أيوة. من أنا سافرت وجيت والحمد لله بعد أنا كونت روحي وجيت. نعم الحمد لله. تمام دكتورة، شنو الكلمة تقولي تشجيعية للبنات عشان ما يتحطموا بما يقوله المجتمع من حولهم؟ كلمة تشجيعية. نعم، يعني أقول لك يعني دليل من قصيدة شعرية من الشاعر الرصافي يقول يعني يقولون للإسلام ظلما بأنه يسد زويه عن أصله المتقدم، فإن كان ذا القول حقا فكيف تقدمت أوائله في أصرها المتقدم. يعني إن كان هذا القول أو حللنا أو جسدنا هذه القصيدة فنجد أن بالتعليم تتطور الأمة، فبالتعليم تزدهر الآفاق وتعلو الهمم. فأقول للفتاة التشادية وأجدد ما أقوله، فتاة اليوم تعلمك مستقبل مشرق بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام يا كلثومة، ماذا تقولين لزميلاتك الشابات أو في سنك لمواصلة مسيرتهم المهنية؟ كلمتك. أقول لهم لا تتخلوا عن أحلامكم أبدا من أجل المجتمع أو من أجل أي من كان. إذا كان داعما عائلتكم بجانبكم لا تخافوا أن تحققوا جميع أحلامكم وواصلوا إلى الأمام إن شاء الله. تمام حسيبي، اقتربنا إلى نهاية الحلقة. آخر كلمات توجهيها للشابات من عمرك؟ دي بقول لأي شابة دايرة تصل إلى هدفها تصل بإذن الله تعالى، ما تسمع كلام المجتمع لأن مجتمعنا محبط. تخط المجتمع جنب وتصل إلى هدفها. أهم حاجة مع الشغل الحي ولا هدفها دايرة تصل على ما يمس شرفها وعقيدتها، فتصل بإذن الله تعالى. تمام شكرا. شكرا حسيبة. المشاهدون الأعزاء، بهذا القدر ننهي وإياكم هذه الحلقة، إلى أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله وموضوع جديد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والفريق العامل، دمتم في أمان الله.